الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل ما يكون في المقابر يمنع إلا بالدليل الظاهر. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة، تقول الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تفعل في المقابر فعلا إلا وعلى ذلك الفعل دليل من الشرع، لأننا متى ما أغلقنا باب المقابر وسددنا ذلك الباب الذي خرجت منه صور الشرك فإن ثلاثة أرباع صور الشرك سوف تنتهي من العالم الإسلامي والعربي. لو قلبت طرفك في صور الشرك لوجدت أن منبثقها ومصدرها من وين؟ من المقابر، لأنهم سمحوا لأنفسهم أن يفعلوا في المقابر كيف ما شاءوا. لكن لا تعلي القبر فوق الشبر، لأن البناء على القبور محرم، ولا تكتب على القبر ولا تجسسه ولا تجلس عليه ولا تدخله في مسجد ولا تبني عليه مسجدا ولا تزخرف بالرخام والجص وغيرها، بل ولا تنصب سرادقا في المقبرة، ولا توزع ماء صدقة عن الميت في المقبرة، ولا توزع لحما أو مالا نقديا عن الميت في المقبرة، لأن صدقة عن الميت في المقابر ليس عليها دليل. إذن لا تجتهد فيما تفعله في المقابر، انتبه، أي شيء تريد أن تفعله في المقابر تتقرب لله به فيجب عليك أن تراجع الأدلة، هل أقرته الأدلة ولا ما أقرته؟ إن أقرته فافعله تقبل الله منا ومنك، وإلا فالأصل تحريم الإحداث في المقابر. يقول الناظم: فمتى سددنا ذلك الباب الذي، أي باب المقابر، فإذا سددنا ذلك الباب الذي خرجت لنا منه قبائح بدعتي فستنتهي صور من الشرك الذي عمت به البلواء في المعمورة. أول الشرك وقع هو الشرك في قبور الأولياء والصالحين، أليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل.